ايه رايك في البيوتي بلوجرز الموجودين دلوقتي؟ طيب بالنسبة للبيوتي بلوجرز اللي موجودين دلوقتي، في كويسين جدا وفي مش كويسين خالص. الفكرة ان السوشيال ميديا يمكن فتحت رزق وشهرة ومكان الناس كتيرة قوي، بس للأسف في لخبطة غير طبيعية. زمان أو جيلي أنا، علشان الواحدة تثبت نفسها أو تفتح تكون خبيرة تجميل أو ميك اب ارتست، كنا بناخد السكة الصعبة، لأن يعني ما كانش فيه سوشيال ميديا، وجزء من السكة الصعبة دي إن احنا لازم نبقى متعلمين. دلوقتي بقى فيه هيصة إن مفيش مقاييس، يعني ممكن واحدة تفتح صفحة إنها ميك اب ارتست وقاعدة عاملة فلترين للصور، أو واحدة تبقى خبير التجميل سمت نفسها خبير التجميل وتقعد تنقش وصفات طبيعية من على حتة تانية. الفكرة إن مش عارفة أقولك، على قد ما في ناس كتيرة كويسة أكيد، في ناس كتيرة تحت الصفر.